قبل اي حاجه، للاسف انا عندي خبر حزين، هو احزنني انا شخصيا واكيد احزن الناس كلها. لسه واصلني الخبر دلوقتي. الخبر هو وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. وأنا متأكدة إن كلكم زعلانين زي ما أنا زعلانة، ويا ريت كلنا نطلب لها الرحمة. وهي كانت فنانة كبيرة وكانت فنانة جميلة، وكانت يعني أختنا وصاحبتنا وزميلتنا، وطول الوقت كانت إنسانة دمها خفيف وبتحب الناس وبتحب اللي حواليها كلهم وبتساعد الناس كلها. ويعني بجد حاجة صعبة قوي إن الواحد يسمع خبر حزين بالشكل ده، وبيبقى صعب قوي فراق الواحد لبني آدم كان بيعزه وعاش معاه العمر كله مع الناس في وسط الناس معانا جوه الشغل وبره الشغل. بس هنقول إيه؟ يعني ده قضاء ربنا. ونبتدي حلقتنا.